السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: قمع حكومي ميليشياوي مستمر ضد ثوار تشرين رغم وعود الكاظمي. هذا هو العنوان الذي سنتحدث به في هذه الحلقة الأسبوعية، أسبوع على تسلم مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة المؤقتة، وأطلق مجموعة من الوعود للشعب العراقي، وهناك من تأمل به خير وهناك من قال بأنه أعطوه الفرصة، لكن رأينا خلال هذا الأسبوع حصلت انتهاكات كبيرة جدا، تم مخالفة هذه الوعود التي أطلقت من قبل الحكومة، وأيضا هي مزيد من الإحباط ومزيد من نكث الوعود التي أعطيت سابقا على مدى 17 عاما من حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. هذه الحكومة التي وصلت الآن إلى الكاظمي أيضا أطلقت الوعود ولكن لم يتحقق منها شيء، ودائما ما سألنا في خلال الفترة الماضية: هل تستطيع حكومة الكاظمي أن تحقق ما تعد به في ظل وجود زمرة من الفاسدين، من الأحزاب الفاسدة كما يصفها العراقيون، تحيط أي شخص يأتي لتسلم منصب رئاسة الوزراء؟ ثم السؤال الثاني هو: كيف يمكن أن يحقق ما يعد به العراقيين من محاكمة الفاسدين ومحاكمة أو محاسبة المتورطين بسفك الدماء العراقية، كانت في ثورة تشرين أو غيرها، وهو قد جاء به من الذين يحكمون البلد ومن الذين دمروا العراق على مدى 17 عاما بفسادهم وبنظامهم المحاصصي الطائفي؟ هذه الأسئلة وغيرها طبعا سنطرحها في هذه الحلقة، وهناك مواضيع أيضا سنتناقش بها، لكن في البداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا آخر وأحدث المواضيع التي حصلت في العراق بعد تسلم مصطفى الكاظمي لحكومته بأيام قليلة هي موضوع اعتداء على 3 متظاهرين وعملية اغتصابهم، شباب متظاهر تم اغتصابهم على يد قوات مكافحة الشغب في العاصمة بغداد بعد أن تم الاعتداء عليهم بالضرب وتجريدهم من ممتلكاتهم، ثم بعد ذلك وقعت عليهم هذه الحادثة. للأسف الشديد هي ليست الأولى في العراق ولن تكون الأخيرة في ظل وجود هكذا مجاميع تمسك السلاح وهي التي تتحكم بمصائر العراقيين. صاحب السلطة لديه القدرة في العراق على أن يقمع ويقتل ويغتصب، ويغتصب ليس فقط البشر وإنما حتى الممتلكات وحتى حقوق الغير. لدينا شاهد عيان وهو السيد أحمد من بغداد على هذه الواقعة التي حصلت في بغداد، و أهلا بك يا أحمد، ننتظر منك إطلاعنا على تفاصيل هذا الموضوع، تفضل. مساء الخير عليك وعلى جمهور قناتكم الكريمة. مساء. ما حصل بالأمس هو الساعة 6:26 صباحا جونا لأحد مطارزنا، جو 3 شباب يبلغوا من العمر 16 سنة والثاني 19 سنة والثالث 19 سنة. نعم. تقريبا هاي الأعمار اللي تتفاوت بين هاي الأعمار. كانوا بشكل وحشي جدا، يعني آثار التعذيب يعني وحشية إلى أبعد الحدود. نعم. وخلال الحديث معهم تأكد أن هم لا أحمد 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 إذا سمحت لي، أنا ما أسمعك بشكل واضح، أرجو من الشباب أنه يعاودون الاتصال بأحمد إذا أمكن، إذا ما يقدر هو يتصل بينا، و يعني يفضل ان تغير مكانك شويه احمد، الشبكه غير واضحه، نريد نسمع والجميع يسمعون شهادتك وافادتك تجاه هذه القضيه اللي اعترفت بها الحكومه، وكنت تتكلم عن تشكيل لجنه تحقيقيه بهذا الموضوع. احمد سنعود للحديث معك بعد قليل، لكن دعونا نتابع بعض المقاطع مشاهدينا الكرام عن ثوره تشرين، ما حدث خلال الاسبوع الذي مضى، وهذه ابرز المقاطع ربما او من ابرز المقاطع التي حصلت خلال هذا الأسبوع. نبدأ من، وهي حقيقة هذه الأمثلة التي تعطي الدافع للشباب العراقي وللعراقيين بشكل عام، مسن معاق لم تمنعه الإعاقة من المشاركة في المظاهرات والحديث عن ما في داخله
ومهاجمته للأحزاب ولإيران وللولايات المتحدة، فنشاهد. خلينا على الكاميرا لا تروح. يعني أنا أحكي بما يحكي على قلبي، مو يحكي الثاني. لا جل على الإيران ولا جل أمريكا ولا على أبو إيران، لا أبو أمريكا لا أبو الأحزاب كله. جل الحجب اللي يوجه خبز يوجه سلات غذائية والنشوان تبتر وراه. يقول له هذا شنو؟ يقول له هذا متظاهر. يقول له خليه ولي، هذا المتظاهر عدوي. عدوك هذا يا مجدي، يا جابتك امريكا مجدي، جابتك امريكا وقفتك على مجلس المسرح وقالوا هذا مجلس الحكم وبيناتكم ابرايمر. صرتوا هسه خياعيه براس العراقيين والكم عيب عليكم عيب علي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذه الأمثلة حقيقة النماذج الحية التي تعطي للشباب العراقي ولكل من يشارك في ثورة تشرين الدافع للاستمرار والبقاء، أنه لم تمنعهم الإعاقة. ليس هذا الرجل المسن فقط، وإنما كثير من الذين حقيقة لديهم إعاقة جسدية شاهدناهم وهم يشاركون في ثورة تشرين. عاد إلينا السيد أحمد من بغداد مرة أخرى، وهو كما قلنا شاهد على واقعة اغتصاب ثلاثة متظاهرين شباب في العاصمة بغداد على يد قوات مكافحة الشغب. أهلا بك يا أحمد. مساء الخير عليك وعلى جمهور قناتكم الكريمة. مساء النور. ما حدث ليلة بالأمس هو الساعة 6:26 صباحا اجوا الشباب، اجوا لأحد المطارس التابعة. الشباب كانوا متعرضين للضرب وللتعذيب المضرح الواضح. أجساد وذكرنا صور للآثار اللي على طريق الفيسبوك. نعم. بعد الكلام معهم. نعم. بعد الحديث وياهم تبين من خلال الحديث ان هم كانوا حاطين الاغتصاب وللأذية. طبعا من خلال المفرزه. بعدين كانت يا مفرزه، وضح لنا احمد، وضح لنا، احنا نريد الناس كلها تسمع. نعم، كان وضعهم الصحي تعبان كلش، وديناهم للبيت وحاولنا الاتصال بهم اليوم، كذلك وضعهم كان كلش تعبان. احد الشباب حاول الاستحاره ومسكناه. هذا الشيء مو جديد، هذا الشيء كان يعني ممارس اكثر من مره. اللي يسوونه قوات الشغب هو يمسكون الشباب اللي تحت العشرين، يغتصبوهم ويصوروهم، يقولون لهم اذا تأتون ننشر هذا التصوير وهذا معروف عندنا بالساحه تحت التحرير. نعم. احنا من خلال قناتكم نطالب الامم المتحده ونطالب الراي الدولي ونطالب منظمات حقوق الانسان ونطالب البرلمان الاوروبي وكل شرطاء العالم انه يخلصونا من هاي العصابه، يخلصونا من هاي الميليشيات، ميليشيات الاحزاب، ونطالب محاكمه قوات الشغب، قوات مكافحة الشغب، وليس هي مو قوات مكافحة الشغب وإنما مكافحة الشعب. نعم. اللي مارست أبشع طرق القمع والإجرام بحق المتظاهرين السلميين العزل اللي هم ما عندهم بس العلم العراقي. نعم. وطالعين ما يريدون غير يريدون وطن يعيشون بيه يعيشون بعزة، يوفر لهم مو وطن تحكم عصابة تسرق أحلام الشباب. نعم. تسرق مقدرات الشعب. فإحنا ما نريد غير هذا. أما بخصوص مصطفى الكاظم، إحنا مشكلتنا مو مصطفى الكاظم، إحنا نعم. مشكلتنا رؤساء الكتل اللي نصبت مصطفى الكاظم. عندنا يقين وما عندنا أي ثقة مصطفى الكاظم إنه راح يواجه هاي العصابات وراح يقدر يقضي على هاي العصابات. ليش يا أحمد؟ ليش؟ شنو اللي يمنعه من تحقيق هذا الشيء؟ استاذنا العزيز، عصابة بعد 2003 الميليشيات الأحزاب التدخلات الخارجية هي نفسها، هي حليفة بإفشال أي شخص إن كان راد يعمل أو لا يعمل. هو راح يفشل، هم حلفائه يكونون كفيلين بفشله. لذلك إحنا حتى تصعيدنا حتى اعترافنا مو اعترافنا على مصطفى الكاظم كشخص ولا عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي إقالته كانت معنوية إن لا أكثر. احنا طلعنا على نظام، على منظومه بدستورها ومحاصصتها، التدخلات الخارجيه، الميليشياتها، الفسادها بانظمتها بقوانينها اللي صدقت
سرقة أحلام الشباب، اللي سرقت ثروة هذا الشعب. إحنا طالعين ضد هاي، بما إنه هاي موجودة لا يقدر لا مصطفى الكاظمي ولا غير مصطفى الكاظمي إنه يقوم للعراق قيامة. نعم. سيد أحمد، يعني إحنا دا نشوف إنه باللحظة اللي طلعت بها هاي الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي، أطلق مجموعة من الوعود، هناك من العراقيين للأمانة نتكلم، وحقيقة البعض أصيب بخيبة أمل من هاي الآراء اللي تقول أعطوهم فرصة، وكأنه هو هسه أجى للعراق وما شايف 17 سنة من المأساة. برأيك ليش وصل بعض العراقيين إلى هاي الفكرة أنه أعطوهم فرصة يمكن يسوون شيء؟ أستاذنا العزيز، إحنا صار لنا 7 أشهر القمع ما متوقف. يعني احنا قبل ايام فاقدين اعز صديق لنا اللي هو اثر الشمري في محافظه اللقاء نتيجه اغتيال. احنا لحد امس مخطوفين شباب عندنا من الساحه، لحد امس احنا مختطفين شباب من عندنا. القمع ما متوقف، عصاباتهم ما متوقفه. احنا نطي فرصه على شنو؟ على نطي فرصه حتى نطي مزيد من الدماء، نطي فرصه حتى يعيد حساباته ويعيد هيكليته ويعيد قوته ويرجع يطلع علينا وحش كاسر يقمعنا من جديد الاكثر بشاعه. احنا نعم. بالنسبة لنا مطالبنا مثل فرصة، اعلان الانتخابات المبكرة ما يحتاج الا مؤتمر صحفي يطلع يقول يابا بكذا شهر الانتخابات. نعم. قانون الانتخابات ما يحتاج شيء غير تصديقه ونشر بجريدة الوقائع، ما طول حتى 3 أيام. نعم. محكمة محاسبة القتلة ما تحتاج شيء غير جرة قلم من فائق موسان رئيس مجلس القضاء الاعلى ويفتح هاي المحكمة. احنا مطالبنا مو تعجيزية وما تحتاج لها فترة طويلة. نعم. اذا تعلم هم جابين ويريدون يوقفون نهر الدم اللي سايل، فهم عليهم انه تنتفر الدولة او تنتفر الدولة ببرلمانها برئيس. نعم. وزرائها باحزابها تركز بمطالب المتظاهرين اذا هم عندهم شعور بالمسؤولية. واما هم اذا جاعليننا احنا حزب او احنا يفكرون بينا بانه احنا ما راح نسوي شيء، لا قسما بالله. احنا بالنسبه لنا ما عندنا غير العراق اللي 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 اللي, اللي سرقوا وسرقوا من عندنا كسي. لا والله العظيم قسما بالله ما نرجع لو من تفريل لو جدر، والاراده الشعبيه اللي تم صار لها اللي صار لها 7 أشهر هنا وتحملت كل شيء. اللي احنا اللي غسلنا دماء اصدقائنا من على جسر الجمهوريه ومن ساحه التحرير وما هزنا. سجوا عصابات وقصفنا تكتك فينا وتقتل فينا وتختال فينا وتخطف فينا، ما رجعنا. انا واحد من الناس اللي خطفت، والثاني يوم صبحت بالساحه وما نترك الساحه. اخذنا عهد، وبالخصوص بعد ما صار الدماء اللي الابرياء اللي سقطوا بدون وجه احد بدون مبرر، انه كل ما في الامر شاب يطالب بحقوقه، شاب على مستوى نعم. نعم يا احمد، فتحنا عيوننا للدنيا. اجوا هم ذول العصابه، ماكو لا فرصة عمل، لا يقدر يعيش، لا يقدر يسوي سكن. نعم. كل شيء أخذوه. شكرا لك يا أحمد، شكرا لك. أنا أكتفي معك بهذا القدر، وضحت لنا الكثير من الأمور حقيقة، وإفادتك هذه أيضا والشهادة التي أعطيتها هي أيضا توثيق لجزء من الانتهاكات الحكومية التي يتعرض لها المتظاهرون الشباب العزل السلميون في ساحات التظاهر العراقية في مختلف المحافظات. السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يحفظك يحفظ قناتكم ان شاء الله. الله يسلمك. ورمضان كريم عليكم. الله يحفظ شباب العراق وترحم على شباب العراق. وشباب عادل الجرحانة الشباب. يا ابني محمد، هذول 17 سنه سووا ذبح، قتل، تهجير، انفجارات. كل سنة قبل العيد يصير انفجارات كرادة، يصير أشكال سووا هذول السياسيين. بس والله أنا أقول لا تعتمدون على هذا الكاظمي. الله يحفظ الشباب، الله يحفظ الشباب والمتظاهرين العراقيين، الله يحفظهم بجاه رمضان الكريم، الله يحفظهم إن شاء الله. هم أحفادنا، هم أولادنا، هم تجروسنا، هم يأخذون حقوقنا ذول الشباب العراقيين. يا الله أحفظهم، يا رب العالمين أحفظهم، يا نبي أحفظهم، يا الله أحفظ ذول الشباب. ذول الشباب الورود، كل شاب يشوف كل حكومة العراق، كل شاب دم الشاب العراقي يشوف،
كل برلمان العراق، كل 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 وجه الشعب الحلو هذول الأطفال يسوى مليون مثل أوباما وخامنئي، كل شعب هذول الشباب يسوى كل حكومة العراق من سؤال. شكرا يا سيد أبو زكريا، شكرا جزيلا لك للمشاركة. طيب نشاهد مع حضراتكم هذا المقطع الذي أيضا حصل خلال الأسبوع الذي مضى، أيضا قمع خلال هذا الأسبوع تحديدا حقيقة، هو قمع للمتظاهرين في محافظة البصرة أودى بحياة أحد الشباب الشهداء وبعض الإصابات في المحافظة نتيجة القمع الحكومي والميليشياوي وتحت ما يسمى بميليشيا ثأر الله، التي طبعا تحدثت حكومة الكاظمي على أنها قامت بإغلاق مكتبهم وإلقاء القبض على من فيه، لكن هذا لا يمنع أنها جزء من منظومة ميليشياوية منتشرة في العراق بشكل واسع جدا، وإن كانت ثأر الله هي كبش الفداء فماذا عن بقية الميليشيات؟ دعونا نشاهد هذا المقطع. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك بخير الحمد لله. الله يحفظك، تحية لك وتحية للقناة وتحية لكادرها وتحية للشعب العراقي وتحية للثورة. نبارك أستاذ محمد بالثورة بالعراق. بالنسبة لأستاذ هذه الحكومة يسمى بالحكومة هي نفسها هي من 2003 هي نفس المنهج، هذه أستاذ محمد حكومة إيرانية بالدرجة الأولى. ولن تفيد العراق بشيء لأنها هي خارجة من برلمان قاسم سليمان. الحكومة كلها العراقية هي كلها إيرانية، وحتى سفراءهم بالخارج عندك بحر العلوم هو إيراني مندوب على أساس مندوب العراق، البلد لا يزال محتل تحت الاحتلال العدو الأول للعراق هو النظام الإيراني جارة السوق، لا بد من تحرير العراق على الشعب اللي واصل ثورته حتى يستأصل هذا الورم الخبيث. وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. معنا السيد قيس من الحلة، تفضل يا قيس. طيب الله أوقاتكم أخي العزيز وأسعد الله أوقاتكم ورمضان كريم على كل المشاهدين بهذه القناة اللطيفة التي كثيرا ما واكبت جهود ونشاطات المتظاهرين الذين خرجوا منذ مطلع أو منذ شهر أكتوبر الماضي لغاية هذا التاريخ وهم على يتوسمون نجاح ثورتهم إن شاء الله، إلا أنه اللافت للنظر والغريب بالموضوع في مجيء السيد الكاظمي في حكومته، أجده يحاول مسك العصا من وسطها، ففي الوقت الذي تجمل على مواقفه اتجاه الثوار واتجاه الشباب المحتج والمعتصم والمتظاهر وبخروج وإطلاق سراح المتظاهرين، وقف وقفة غريبة من نوعها في خصوص عملية تكريم الناس الأناس الذين تلوثت أيديهم في دماء وشباب المتظاهر السلميين ولا سيما حكومة عادل عبد المهدي سابقا. هذا الأسلوب أسلوب أبدا أبدا غير صحيح وغير غير مقبول، لا يجوز مسك العصا من وسطها، أنت تقف عليك أن تقف بمسافة الحق ومسافة نصرة الشباب الذي أصدح صوته إلى فرض عملية. هل يستطيع؟ أنا أعتقد لو يعمل بشكل جاد وبشكل نفس وطني نعم يستطيع، لأنه بالتأكيد أنا واثق أنه لو كسب ثقة المتظاهرين سيقف الشعب العراقي بأكمله معه، إلا أنه من يقف في مسافة يجامل الحركة الفلانية ويجامل التيار الفلاني ويجامل الميليشيات الفلانية لا سيخسر المتظاهرين بأكملهم. طيب سيد قيس، أنت رجل متابع للمشهد وسأعطيك باختصار شديد، منذ اللحظة التي تسلم بها مصطفى الكاظم المنصب ولغاية هذه اللحظة أول شيء سواه
ذهب لزيارة عمار الحكيم. يعني رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الذي من المفترض أن قادة الأحزاب والوزراء وغيرهم من المسؤولين هم الذين يأتون لزيارته للقاء به، بالعكس هو قلبها، هو راح لزيارة عمار الحكيم. هاي النقطة الأولى. الثانية، كرم عادل عبد المهدي وحكومته المسؤولين عن سفك دماء العراقيين والذين يحملونهم الشعب العراقي مسؤولية الأرواح التي أزهقت والإصابات الكثيرة، قام بإخراجهم على التقاعد ووعد بتكريمهم. كيف أصلا هو يمسك العصا من الوسط؟ هذه النقطة الأولى. والثانية، هل هذه بوادر وقوفه مع الشعب؟ إنها أبدا أبدا لا توحي إلى وقفته مع الشعب. إنها توحي إلى اتفاقية توافقية مع الأحزاب فيما يخص إعطائهم محافظة معينة، والدليل الذهاب إلى الحكمة لإرضائهم في قضية معينة وخروج عادل عبد المهدي اللي هو مستقيل. كيف أني أخرج إنسان مستقيل إلى حالته إلى التقاعد؟ هذا ما موجود حتى بالقانون وحتى بالنظم والعرف ضمن القانون الموظفي الدولة. الآن على الكاظمي أن يكون موقفه حاسم وباتجاه الوطنية البحتة. هل يوم المتظاهر إذا خرج عن الأصول علي أن يوقف يتحدى؟ وأنا باسم المتظاهرين دا أتحدث الآن، ولكن بنفس الوقت الأحزاب أيضا والميليشيات إذا وقفت وإذا خرجت عن الحدود يجب أن يوقفها يتحدى. بعدها ما خرجت عن الحدود؟ الكثير من الأدلة، الكثير من الأدلة هنالك تشير إلى أنه عادل عبد المهدي بعلمه تم إراقة دماء الشباب المتظاهر في ساحة التحرير وفي بقية السوح، فكيف لا إثارت هذه الملفات؟ الآن على سيد قيس، يعني الشعب العراقي الذي خرج في ثورة تشرين خرج بمطلب واحد واضح وهو إسقاط النظام. يعني بغض النظر من الوجه الذي يأتي أو من الشخص الذي يأتي، وإن كان أتى يحمل حسن نية للتعامل مع القضايا أو الملفات أو الأزمات التي يعيشها العراقيون، لكن هذا لا يمنع أنه جزء من منظومة حكمت البلاد على مدى 17 عاما، هو جزء من هذه العملية السياسية، وإن كان هو رئيس جهاز المخابرات بغض النظر، لكن هو مشارك. يعني خرج الشعب لإزاحة كل هؤلاء والإتيان بشخص هم يختارونه بمعايير وطنية يقود البلد. يعني مصطفى الكاظمي من وجهة نظر الشارع هو أيضا جزء من هذه المنظومة وجزء من هذه الأحزاب، وهي التي جاءت به للعلم. يعني حضرتك تعلم جاء وفق نظام المحاصصة والاختيار. كيف يمكن أن يرضي حتى وإن حاول كيف يمكن أن يعمل في بيئة غير مؤهلة للعمل السياسي؟ أستاذ العزيز، هو لا يمكن أن ينجح لسبب معين واحد، وهو أنه المتظاهرين والشعب العراقي أنطى ضوابط وشروط إلى الحكومة الحديثة والجديدة اللي هي أن لا يكون متحزب، أن لا يكون مشترك في العملية السياسية، أن لا يكون مزدوج الجنسية. هذا أن يكون بالكامل هو منافي للشروط اللي موجودة. ومع ذلك الآراء التي فرضت على الشعب وعلى المتظاهرين انفرضت عليهم وجاءت بحكومة الكاظمي. طيب حكومة الكاظمي، أنت الآن لو كنت جادة، يعني أكرر هذه القضية، عليك بمفهومين إذا كنت جادة في عملية تصفية ونقاء حسن النية اللي تمتلكيها حسب ما ادعى قبل يومين في خروجه ببيان أنه الذهاب إلى انتخابات مبكرة. أولا عليه أولا بإثارة ضروري جدا إثارة الملفات الدموية التي أراقت ب 700 شهيد عندنا في سوح التظاهر. يجب إثارتها ويجب إعطائها إلى القضاء بشكل عادل وبشكل صريح بل علني أمام الشعب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان جاد في انتخابات مبكرة خلال سنة عليه أن يوضع مسح ميداني ومسح إحصائي للتعداد العام للسكان العراق حتى يكون عنده قاعدة بيانات مبينة إلى الخطوات. نعم يا سيد قيس، أنه وجوب. وضحت الفكرة سيد قيس. أنا أشكرك شكرا جزيلا. معنا السيد ياسين من ديالى، تفضل ياسين. أبو ياسين حياك الله محمد. أهلا وسهلا أبو ياسين، تفضل. أخي محمد، هو مو شيء جديد على هاي الاغتصابات وهاي الناس المرتزقة اللي مو من أصول عربية ولا من أصول شرف، ثق بالله بشباطها كذا تختص ولا بصادعهم، وضباط ملتزمين ومطالب مثلنا، وهاي النساء المعتقلات اللي دليلات الجليلة
كذا وكذا اختصار نجم الهزم من مرة، هذا ما الفائدة به. هي هاي هاي حق الدعوة الحميد، هذا اللي جابت النهاية جرتومة أمريكا وإيران. أما نجاح الكاظم، نعم محمد نجح، هو حقق مارادونا اللي مرر كابيتا اللي تفرض عليه الميليشيات وإيران وأمريكا. هو اليوم هسه أصبح داعم وحامل الميليشيات وداعم وحامل السلاح المنفلت، واليوم جات البعض الوزارات الترقفرية، أي وقت العراق تنباع وزارات الترقفرية طبعا حقق. أما اليوم راح أنا أقول أسأل قول الشعب لوين؟ الشعب شنو دوركم وشنو موقفكم؟ أخوان اتقوا بالله العظيم، اليوم اللي يخلي جيبه مليون خلي يفكر بقول مثل ما تبوا بيته دينار. أخوان يعني هذا لازم تنتهي هاي العملية. أنا هاي ناشد بها الحال الميسور الوسط، أما الفقير لا حول ولا قوة، هاي الفقير اللي قاعد يقتل ساعد التظاهر. أخوان اليوم هسه اتقوا بالله العظيم، هاي الحكومة اللي جتنا اتغدت بينا وتغدت بالسنة وتعشت بالشيعة، هذا مشروع من مشروعنا علينا وعلى الشيعة وعلى السنة، هذا حال العراقيين يبقى. شكرا يا سيد أبو ياسين، اكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد علاء من النجف، تفضل يا علاء. السلام عليكم استاذ، شلونكم؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله، تحياتنا لقناه الرافدين والاخوان المشاهدين والمستمعين جميعا. اهلا وسهلا. اهلا بكم استاذ، طبعا اليوم حلقه جيده جدا ومنتظره دائما، وهي طبعا مو جديده على قناه الرافدين. الله يسلمك. ووقوفها الى جانب المتظاهرين دعمهم وارتفاع صوتهم. نعم. استاذي العزيز، احنا دائما نكرر هذا الموضوع، نقول يا ذا المتظاهرين ما عندكم فيه الا طلبات بسيطه. خرجوا من اجل هذه البدايه، لكن بالنهايه اليوم الشباب صار عندهم اكثر وعي سياسي، اكثر وعي اجتماعي، وصار عندهم تجربه وخبره، فصارت المطالب كل ما تتاخر تنفيذها كل ما يكون هناك تصعيد في المطالب وانضاج اكثر بافكارهم. نعم. فاخواني يا عزيزي، ما زال الحكومه تماطل وتراهن على الوقت، وطبعا ماكو يعني اليوم حكومه عبد المهدي سقطت لانها راهنت على الوقت. نعم. فاذا كان الكاظمي من يريد ان يسير على خطى حكومه عبد المهدي، سيكون امام موقف عصيب جدا، يعني ما راح يكون المتظاهرين او الثوار الموقف الذي الذي صدر منهم في حكومه عبد المهدي. سيد علاء، خلال الاسبوع الذي تسلم به المنصب، وعد عده وعود كان من ابرزها ربما للمتظاهرين هو ايقاف القمع والعنف المستخدم ضد المعتصمين والمتظاهرين في كافه المحافظات، لكن شاهدنا انتهاكات في البصره راح على اثرها شهيد، شاهدنا انتهاكات في بغداد ايضا على اثرها شهيد، واليوم نسمع عن عمليه اغتصاب لثلاثه شباب على يد قوات مكافحة الشغب. يعني أي وعد يمكن أن يطبق ويحقق مصطفى الكاظمي وهو صار الأسبوع خلال أسبوع واحد تم نكث أكثر من وعد أعطاها؟ للأسف يعني إحنا لحد الآن شاهدنا في دول العالم، جميع دول العالم حدثت تظاهرات وحدثت اعتصامات وسقطت أنظمة وسقطت حكومات متجذرة وعمرها أكثر من 30 و 40 سنة. وهذا التاريخ ما ينكره. وشاهدنا الاعتصامات التي حدثت في بعض الدول العربية، كيف تعرضت إلى قمع أو تعرضت إلى تنكيل وإلى اعتداء من قبل قوات أمنية في تلك البلدان. لكن يا عزيزي، ما شاهدنا في أي دولة حدث اغتصاب من المتظاهرين.
قاعد انت ما تجيك اجرام. يعني هذه الاحزاب وهذه الحكومات يعني وصلت بها الدرجة بالخسة والنذالة انت تمارس هذه الاساليب الخضراء حتى تجبر الناس تجبر الشباب على ترك الساحات، هذا ما من الممكن. احنا اليوم هاي ثوره دائما احنا نقولها هاي ثوره تتغذى على العنف، كلما كان الطرف الاخر عنيد كلما كان المتظاهرين اكثر شده بالتمسك بمطالبهم والمرابطه في ساحاتهم وفي مواقعهم. فلا ينتظرون من المتظاهرين ان او المعتصمين ان يغادروا ساحه او يتركوا الساحه الا بتحقيق كافه مطالبهم، وعلى راسها محاسبه جميع من اعتدى على المتظاهرين سواء بالقول او بالكلام او بالسلاح او بالقتل. نعم. فهذا مطالب جميع المتظاهرين. انا اشكرك يا سيد علاء، كنت معنا من النجف، شكرا جزيلا لك، وضحت الفكره. معنا السيد ابو جواد من اربيل، تفضل يا ابو جواد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييك احيي قناه الرافدين الفضائيه. اهلا وسهلا، حياك الله. استاذ محمد، هذول اذا ما ينشلعون شلع تام مستحيل العراق يستقر. نعم. ذولا ميليشيات ايرانيه تصول وجود العراق من شمال الجنوب. نعم. انا حاكيك من محافظه صلاح الدين. نعم. صار لنا 4 سنوات باربيل. متهجرين. مهجرين. ليش ما رجعتوا لمناطقكم وهي قالوا على اساس انه حرروا لكم اياها؟ والله ما نقدر نرجع، رجعنا كل ساعة معتقلين واحد ماخذين الثاني، جايبين ابن عمك ماخذين اخوك. نعم. وتدفع فلوس ويلا تطلع. نعم. قاعدون على الحديدة. نعم. فهذول مو هذول مو عصابة، هذول مو حكومة. يعني هذول المفروض تسموهم عصابة وليس حكومة. نعم. شعب خلوه يشحد يجدي. أغنى دولة بالعالم شعبنا كانت للجوع. هاي شوف الاردن هي ما عندها كل شيء. شلون عايشه؟ هاي تركيا. لا نفط لا كل شيء. نعم. وين صرنا احنا عمي؟ صحيح. صحيح. أنا أشكرك يا. مستحيل دولة إذا ما ينشلعون. نعم. خلاص مستحيل العراق يستقر. هاي مال كاظمي ما أدري منو الزرفي، هاي كلها فرارات يبيعون علينا. نعم. سيد أبو جواد أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من أربيل. كما استمعتم مشاهدين الكرام طبعا إلى حديث السيد أبو جواد نموذج من المهجرين. هذا الملف من الملفات الكبيرة جدا والشائكة والتي حقيقة كان يجب أن تحل منذ حكومة حيدر العبادي، لكن المماطلات والتسويف والابتزاز، وحتى المالكي كان هناك مهجرين في زمن المالكي كذلك، ولم تحل هذه القضايا وتركت معلقة. وكما نستمع حالات الابتزاز والاختطاف والاعتقال بلا أوامر قضائية بلا طرق قانونية بلا أي شرعية لهذه الحركات أو هذه السياسات المتبعة من قبل القوات الحكومية. وطبعا الميليشيات هي لا تسأل على تطبيقها للقانون، لأن هي أصلا وجودها غير شرعي في العراق. دعونا نشاهد هذا المقطع لتشييع رمزي للشهيد مؤمل أسامة في محافظة البصرة الذي استشهد على يد ميليشيا ثأر الله، وطبعا بالسماح طبعا عن طريق السماح من قبل القوات الحكومية لوجود الميليشيات أصلا في محافظة البصرة، فهي أيضا تتحمل مسؤولية ما حصل. فلنشاهد. الآن من ساعة اعتصام البصرة تشييع رمزي لشهيد البطل مؤمل أسامة في ساعة اعتصام البصرة. لا إله إلا الله. القاتل عدو الله. لا إله إلا الله. الأحزاب عدو الله. لا إله إلا الله. الأحزاب عدو الله. لا إله إلا الله. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله. الشهيد يا رسول الله. لا إله. مشاهدينا معنا الآن السيد قيس من الأنبار، تفضل يا قيس. تحية قناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا. تحية مستوى بار الأبطال.
نعم. استاذ محمد تفضل. احنا صارت من سقوط بغداد لحد الان يمكن صار لنا 13 سنه. نعم. اي في كل ثلاث اربع سنوات نقول بال 2013 2014 صارت انتخابات. والانتخابات جت هذول اللي من ايران اللي هم حزب الحكمه وحزب النصر. نعم. اللي هو من عمار الحكيم ونقول التيار الصدري نعم. زين هاي الاحزاب اللي اجت زين هسه ما حد ينتخبها يعني بهذا الوقت. يعني المحافظات كليتهم ما حد ينتخبهم هسه نقول على سبيل المثال. نعم. لا نجف لا كربلاء لا الكور. ترى التزوير مو صعب يا قيس، التزوير اسهل. نعم. منه ما كل الجماعه، والدليل الانتخابات اللي فاتت مقاطعة 80% وهم قالوا 44%. أستاذ هو هسه ما حد ينتخبهم، يعني هسه الشعب هو ما حد ينتخبهم، يعني هسه هم شلون مكلبين بالسلطة وما حد ينتخبهم، يعني هسه هي بس مسميات، تريد نكون الحكمة والنصر. نعم. والتيار الصدر هم ينتخبهم، بعد ما حد ينتخبهم، الشعب ما يريدهم. نعم. بس هم متحامين، هم الأمريكان مخليهم مستفادين من عندهم. المواد الأولية مع كل الدول العربية ومن ضمنها العراق، المواد الأولية النفط، المواد الأولية. نعم. كلها هم يأخذوها، يعني الأمريكان دا يأخذوها. نعم. ومخلين الأحزاب ملتهية بقمع وقتل الشعب وتدمير الشعب وتدمير مناطقهم. نعم. وهم دا يأخذون المواد الأولية، ولا هو هسه أريد على نقول الدول العربية كليتها سلاح النفط. موت. نعم. اذا وقف النفط هسه كل الدول الاوروبيه كل دول العالم توقف. زين هم هسه مخلين هاي الاحزاب تصول وتجول بكيفها وخاتمتهم. زين. نعم. وهم المستفادين، يعني هم هسه مستفادين، يعني المواد الاوليه كلها مال الدول العربيه، يعني سقطوا اليمن، دخلوا عليهم الحوثيين عن طريق ايران، على سوريا، بسوريا الوضع، بسوريا الوضع. نعم. بليبيا يجب، من كانت الحكومات السابقه بليبيا نقول معمر القذافي وكان الرئيس المصري هذول رؤساء العالم كلها تحطهم امريكا، فامريكا هي حاطه هذول الميليشيات هي حاطتهم على العراق، لان المستفاده جاي تسحب النفط والمواد الاوليه ومخلي العراق ساحه قتال. طيب انا اشكرك يا سيد قيس، شكرا جزيلا، وضحت الفكره. طيب نشاهد مع حضراتكم أيضا مقطع خلال الأسبوع الذي مضى، وهو القنابل الدخانية وإطلاق الرصاص على المتظاهرين عند جسر الجمهورية في العاصمة بغداد، فلنشاهد. طبعا هذه الانتهاكات من قبل القوات الحكومية طبعا بالطبع ستودي إلى جرحى، ونتابع مع حضراتكم في هذا المقطع الإصابات التي تعرض لها المتظاهرون عند جسر الجمهورية في العاصمة بغداد. من أمام جسر الجمهورية الصد الأمام تاريخ 10/5/2020، شوفون هاي الجرحى، الاعتداءات على المتظاهرين. ايضا قبل يومين تم الاعتداء على المتظاهرين في محافظة كربلاء، دعونا نشاهد هذا القمع الذي تعرض له المتظاهرون في محافظة كربلاء. Thank you.
اليوم بالتصوير. كل هذه الأحداث التي جرت والمقاطع التي شاهدتموها والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت خلال أسبوع واحد فقط من المدة التي تسلم فيها مصطفى الكاظمي الحكم أو زمام إدارة الدولة للفترة المؤقتة. خلال أسبوع واحد جرت كل هذه الأمور، أعطى وعود لم يفي بجزء منها سوى موضوع التقاعد، والتقاعد حقيقة هو كان سيعطى يدفع للعراقيين يعني بوجود الكاظمي أو بغيابه، يعني الموضوع كان سيتحقق لأن هذا استحقاق لكل المتقاعدين، هو ليس فضل أو ليس بشيء يعني مميز قام به، هو هذا استحقاق لكل متقاعد عراقي. لكن الوعد بإخراج المعتقلين من المتظاهرين أين هو، وما هي الأعداد التي خرجت، وأين هم أصلا هؤلاء المعتقلين المتظاهرين؟ يعني أحد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة قال بأنه حتى وإن كان مصطفى الكاظمي وعد بإطلاق سراح المعتقلين لن يتم هذا الموضوع إلا عن طريق القضاء، لأنه لا يوجد في الدستور الذي وضعوه هم بند أو فقرة تتحدث عن أنه رئيس الوزراء لديه الصلاحية بإطلاق سراح المعتقلين إلا في شرط واحد، وهو إطلاق قانون العفو العام أو العفو الخاص. هذه الطريقة الوحيدة، وهو طبعا لم يخرج بهكذا قرار ولم تخرج الحكومة بهكذا قرار، وبالتالي كل ما تحدث به هو مجرد دعاية إعلامية لامتصاص غضب الشارع. إيقاف القمع والعنف ضد المتظاهرين هو أيضا لم يتحقق، وهذه هي الأدلة والأمثلة التي شاهدناها، ومحافظات كثيرة في العراق تعرضت إلى انتهاكات متعددة على يد القوات الحكومية قبل الميليشيات. لدينا الرسائل الواردة أخيرا نقرأها بعجالة فيما تبقى من وقت. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول: هذه ليست حكومة، لأن المسؤولية أمانة، لا يوجد مسؤول بالعراق صاحب قرار، لأن الأوامر تأتي من الاحتلالين الأمريكي والإيراني باتفاق جاء لخدمة نفسه بواسطة هذه العصابة المسمات الحكومة. خدمة الأجنبي لن تخدم العراق وشعبه، العراق يحتاج لتغيير شامل وكنس الاحتلال وأعوانه من العملاء إلى مزابل بغداد. في رسالة من محمد بن الأنبار يقول: السلام عليكم، تحية لك أستاذ محمد والكادر. يقول: وعود الكاظمي بمحاسبة قتلة المتظاهرين مجرد أكذوبة يحاول أن يخدع الشعب بها، لكن هذا انطوى والشعب لن ينخدع، والثورة ماضية بتحقيق جميع أهدافها ومن ضمنها إسقاط النظام بالكامل، ولن تتراجع عن هذا المطلب. أخوكم محمد بن الأنبار. رسالة إحدى الطالبات من الأنبار تقول، من جامعة الأنبار تحديدا، بعد التحية تقول: أستاذ والله تعبنا من التعليم، نظام إلكتروني، والله ما تصلنا المحاضرات بسهولة، أستاذ لو يلغونا أفضل إن وإلهم، سمعنا خبر مباشر بالدوام بعد العيد، والله تعبنا، دوام أفضل إن من التعليم نظام الإلكتروني، والله أستاذ كل شيء ما نفهم لأن المحاضرات ما توصل للطالب بالشكل الصحيح. يعني يقول تقول أعطونا سنة عبور وفضوها. طبعا لا يوجد انترنت في العراق، ولا يوجد نظام ولا شبكة اتصالات رصينة، ولا يوجد حقيقة خدمة كفوءة، وبالتالي هذه معاناة طبعا، والعراق أصلا غير مؤهل لكي يكون يتم تقديم المواد التعليمية عن طريق الانترنت، لأنه كما تابعتم هذه الشكاوى. في رسالة: نحن أهالي المعتقلين عايشين بحالة خوف وقلق على أبنائنا المعتقلين، كورونا انتشر داخل السجون بالإضافة إلى التعذيب المستمر للسجناء، حتى المحكوم يعذبون، الله أكبر، ما هذه الحكومة الحاقدة، حتى رغم انتشار وباء كورونا داخل السجون، والله هاي الحكومة كلها قمع وتعذيب. في رسالة أبو كرار من البصرة يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد. يقول: أقسم بالله صار لي 3 أشهر قاعد وماكو شغل، ما عندي 1000 دينار، أطفالي يتصارخون على حليب، ما عندي أقسم بالله، وعندي 4 برقبتي، كنت أتأمل منحة 30,000 توصلنا ويومية هاليوم وباشر، وأقسم بالله هسه تفكيري كله يم الانتحار. استهدى بالله يا أبو كرار وأصبر، إن شاء الله رب العالمين يفرجها، يعني مو مال تنتحر، وحقيقة يعني أنت رجل مؤمن، فيعني تريث وأصبر إن شاء الله. في رسالة تقول: أستاذ محمد، كهرباء بيد ميليشيات جيش المهدي، وهم يأخذون من البيوت 60,000، ماكو شغل ولا حصة ولا عمل، وناس بدأت تجوع يوم بعد يوم، الله يدمر المجوس، وحتى المستشفيات بيد جيش المهدي
الأمل الأخير ثورة بعد شهر رمضان. آخر الرسائل، السلام عليكم. رسالة من أحد المشاركين يقول السلام للرافدين، رسالة من أخوكم علي. هاي الحكومة كذابة حايرة فقط بالبوق، وهاي الحكومة ما يطون عفو للمساجين. شكرا جزيلا لك يا سيد علي، وشكرا لجميع المشاركين الكرام. نشكركم أيضا لطيب المتابعة مشاهدينا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.